عسلم عسلم على اللي خدم مخه وماهوش مصدق. يا سيدي باش نبداو هوني اول فيديو من الفيديوهات الحرب الفكرية. قبل ما نبدا الفيديو هذا حبيت نعرف هذه الحرب. هذه الحرب الفكرية ضد الإسلام، مش ضد المسلمين، ضد الإسلام وضد المصادر متاعه اللي هي القرآن والسنة وسيرة الصحابة والتاريخ والأتباع متاعهم أو الأفكار اللي يحملوها. علاش اخترت هذا الاسم حرب فكرية؟ الحاجتين، الحاجة الأولى هو أني أنا ضد أي عنف مادي أو بدني، هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية لاحظت اللي المشكلة في الأفكار اللي يحملها المسلم. المسلم على قد ما يتبنى ويتشبع بالأفكار الإسلامية على قد ما يولي همجي ويولي إنسان يكره العباد الكل ويخسر كل روح. باش نحاول نفهم هذا الشيء، معناتها مانيش باش نطول في مسألة التعريف ما يسمى معناتها بالحرب الفكرية، أنا نحاول باش نتكلم أكثر شيء تونسي، يعني خاطر نحب هذه الفكرة توصل كما نقولوا بالتونسي للكبير والصغير واللي يدبي على حسير. أنا رغم اللي نقدت الإسلام وياسر ينقدوا الإسلام، بعد معناتها 20 سنة قلت أنا علاش نقعد ننقد فيه هذا الإسلام؟ ما يحتاجش النقد، على خاطر هو في تركيبته وفي مصادره الأساسية، فهمت؟ كي تتعرف عليها يخالف المنطق، يعني مخالفة كلية للمنطق وللحضارة وللتطور الإنساني اللي وصله توا، فهمت؟ أي إنسان يقرأ القرآن ولا يقرأ الحديث ما ينجمش يقبل هذاك الأفكار. هذاك علاش عامة المسلمين، مسلمين بالاسم، ما يحبوش يعرف. فما اللي ما يعرفش على خاطر ما سمحتوش الظروف باش يعرف، وفما اللي يعرف اش فما وما يحبش يعرف. وهذا الكل راهو مركب في التركيبة نتاع المسلم بحد ذاته، فهمت؟ معناتها تعرفوا الحديث نتاع معناتها محمد قال لهم ما تسألونيش باش ما نعقدش عليكم دينكم. ونفس معناتها المسلم يعرف كي ما يعرفش الحاجة ما يتعاقبش عليها. إذا ياسر المسلمين نحكي معاهم ونقول له تعرف الحاجة الفلانية، يقول لي ما نحبش نعرف. ما يحبش نعرف، خاطر كان يعرف ويمشي يبحث ما عادش عنده إلا ثلاثة خيارات. يا إما يولي مسلم بالحق، في هذيك الحالة نعرف شنو معناها. يا إما يخرج من الإسلام ويتبرأ منه من أفكاره المسمومة، يا إما يعمل روحه معرش، فهمت؟ ويقول أنا مسلم، ما عندوش حل آخر، فهمت؟ هذه ثلاثة حلول. هذاك علاش أنا حبيت نعمل هذوما الفيديوهات باش نعرف للمسلمين إسلام ونخليهم يخموا على رواحهم، يعني ها هو النص وهو كل شيء، هاني أنا عطيتهم الحجة إن راه هذا هو الإسلام. من بعد هو يخرج من الدين ولا يولي مسلم بالحق ولا يعمل روحه ما سمعش الفيديو وما عرف حد شيء، فهمت؟ هذيك حاجة تخصه هو. بعضهم قالوا لي معناتها علاش ما تقطعش القرآن؟ قلت لهم أنا معناتها ما يحتاجش نقطع القرآن، بالعكس بالعكس ما نقطعوش القرآن. علاش؟ على خاطر بالنسبة لي ما يسوى شيء، فهمت؟ حتى انا ضد انها ما عادش نبيعوا القران ولا حاجه، ولكن لازمنا نعاملوا القران وكتب معناتها الفقه وكتب هذه الاسلاميه الكل كيما نعاملوا السواقه، نجيو نكتبوا عليهم بالاحمر، فهمت؟ معطل للعقل ويحتوي على افكار منقوله تجمد القدرات العقليه وتزرع العنف، فهمت؟ والكره لكل ما هو غير اسلامي. ونجيو في الغلاف التلاني تاع الكتاب القران ولا الواحد ونحطوا صور نتاع وحوت عندهم الحي هكا مسيبه وعباد يفجروا في رواحهم
وعبيد فهمت داخلين في هستيريا، معناتها ما تنجمش تتصورها نتيجة هذا الفكر. باش يقرأ القرآن يكون على الأقل يعرف شنو يستنى فيه، فهمت؟ هذاك علاش أنا حبيت نعمل هذه الفيديوهات اليوم يا سيدي. حبيت نحكي على موضوع اللعن في القرآن والسنة وسيرة الصحابة وعند المسلمين، هذاكش حبيت نحكي اليوم في الفيديو هذه. ونبدأ بهذه الآية، معناتها مش الآية هي ونبدأ بهذا البيت من الشعر لأحد العراقيين، معناتها معروف في التاريخ، فهمت؟ إن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. يعرفوها العباد الكل هذه، حتى احنا نقولوها بالتونسي. كان معناتها رب البيت، معناتها الإلهي بالبيت، رب البيت هو رب الأسرة، فهمت؟ يضرب على الطبل، ما تجيش تقول علاش الولاد طلعوا يرقصوا. إذا ما تتعجبوش وقت تشوفوا مسلم يلعن، هذه حاجة عادية، لأن نرجعوا للقرآن وللسنة، فهمت؟ والعلماء المسلمين وسيرة الصحابة، نلقى اللعن في كل بلاصة. قبل ما نبداو بحكاية اللعن، نحاولوا باش نعرفوا اللعن من الناحية اللغوية ومن الناحية الإسلامية. أول حاجة حبيت نقولها، راهو اللعن عادة عربية قبل الإسلام، مش حاجة جديدة. فهمتوا؟ كما قلت لكم قبل، راهو الإسلام عادات وتقاليد عربية وضعت لكي تكون دين، يعني الغطاء بتاعها ديني، اما هي عادة عربية موجودة في الجزيرة العربية قبل ما يجي محمد. وتنرجعوا للمنجد العربي، نلقاو كلمة لعن يعني تفسيرها بالعربية هو الإبعاد على سبيل السخط والغضب من فعل أو قول. والعرب قبل كانت تلعن قبيلة، تلعن قبيلة يعني قبيلة تقاطع قبيلة، ولا شخص في قبيلة يعمل حاجة يلعنوه يطردوه، وحتى حد ما عادش يحكي معاه، فهمت؟ ويخرج من القبيلة ولا يبقى في القبيلة. المهم هو نوع من العقاب، فهمت؟ نوع من العقاب عند العرب قبل الإسلام، هو عبارة على نبذ للحاجة اللي يعملها ولا للفكرة اللي قالها لخالفة القبيلة. جاء محمد وردها في صلب الإسلام، فهمت؟ وهنا نحاول نفهم شنو هو اللعن بالنسبة للإسلام. نلقاهم فمش فرق، فهمت؟ غير كان اللعن من قبيلة أو من فرد لآخر، ولا لعن، فهمت، من عند الله. ونعرف هنا المعنى بتاع اللعن في الإسلام هو الطرد والإبعاد عن الله، فهمت، وتسكير أبواب الرحمة. يعني الله في الإسلام وقت يلعن واحد، فهمت، ما عادش يهديه بالكل، مشاء، فهمت. ومحمد خذا هذه العادة من عند العرب اللي كانت موجودة، فهمت، ما جابش حتى حاجة جديدة، يعني اللعن حاجة موجودة في البيئة اللي تربى فيها هو، فهمت. عجبته هذه الفكرة، قال لي خرجت حتى الله يلعن. يعني هنا نسب صفة مش إنسانية، وإنما صفة عربية للإله نتاعو، فهمت. وقت نرجعوا للقرآن، وما نجمش نسرد لكم كل الآيات اللي فيها اللعن، فهمت، على خاطر الآيات اللي فيها اللعن تفوت 36 ولا 37، توصل حتى 42 ولا في حدود هكاك تقريبا، فهمت. المهم أكثر من 35 ولا 36 كلمة لعن مذكورة في القرآن. أنا مانيش باش نذكر لك الآيات الكل، تنجم في أي معناتها بحث، فهمت، حسب الكلمة تلقى الكلمات اللي الآيات اللي ذكرت فيها اللعن في القرآن. يعني هنا رب محمد يلعن، فهمت، لعن معناتها في الإسلام مش طرد فقط، طرد وقنوط، يعني طرد وقنوط من الرحمة جملة واحدة. لكن وقت نرجعوا للآيات نحاولوا باش نفهم شنو فيها، فهمت، شنو شكون هذوما، هذا رب محمد اللي يلعنهم شكونهم. نلقاهم
اول واحد يلعنه رب محمد هو ابليس. فهمت؟ بالشخص والصفه. فهمت؟ هذا واضح. وثاني واحد يلعنهم رب محمد هما الكفار بصفه عامه كلهم. فهمت؟ تلقى معناتها لعنه الله على الكافرين، لعنه الله على كذا، فهمت؟ ويلعنهم كل انواع اللعن يعني، ويطردهم من رحمته، يعتبرهم كيف الابليس. اما النوع الثالث من اللعن، النوع الثالث اللي يلعنهم الرب محمد هذا، فهمت؟ هما اهل الكتاب، لعن المسيح، فهمت؟ واكثر شيء لعن معناتها بالخصوص هو لعن اهل الكتاب بصفه عامه، ولكن لعن بالخصوص، فهمت؟ اليهود. هذا النوع الثالث تاع اللعن، فهمت؟ اما النوع الرابع من اللعن اللي نلقاوه في القران هو لعن بعض الصفات، فهمت؟ كما الكاذبين، فهمت؟ يعني صفات، لعن اشخاص موجود فيهم صفات، فهمت؟ هو في الاول لعن ابليس، ومن بعد لعن الكافرين بصفه عامه، ومن بعد لعن اهل الكتاب وخاصه اليهود، ومن بعد انتقل للعن داخل المجتمع الاسلامي، يعني داخل المسلمين، يعني ما اكتفاش بالعدو الخارجي، لعنهم الكل ذوكما كمل منهم، من بعد انتقل لداخل المجتمع الاسلامي، ولعن ما يسمى المنافقين شيء طبيعي، فهمت؟ اعتبرهم معناتها ملعونين، من بعد لعن الكاذبين والجاهلين وغيره 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 وغيره، يعني تنكر اي حاجه من الدين يلعنك، فهمت؟ وبدا يعني يتفنن في اللعن، فهمت؟ معناتها اقراوا الايات اللعن، فهمت؟ كنت حاب نحطهم لكم بعد فيديو الايات اللعن الكل باش تقراوها وتشوفوا هذا الاله اللي تعبدوا فيه، فهمت؟ معناتها قاعد يلعن يمين ويسار، فهمت؟ يعني شيء ضحك، معناتها شيء معناتها ياخذ يعني نسب الاله ومعناتها عاده عربيه وجعلها سنه وجعلها معناتها مسألة مسلم فيها، والمسلم لازم يفهم هذاك الشيء، وخاطر فما عباد نحكي معاه نقول لك لا المسلم فهمت مش باهي اللعب. هات نرجعوا له هذاك الكل، نرجعوا له ونرجعوا الأحاديث، نرجعوا كل شيء. باه هيا فينا من هذا الله. نرجعوا لمحمد. والسيرة معناتها بتاع محمد. قولوا ياسر معناتها محمد ما يلعنش، لا يلعن. يلعن، احنا تو نحكيو كان على اللعن، ما نحكيوش على السب والشتم، تو نجيو في فيديو آخر. فهمت؟ يا سيدي وتنرجعوا للكتب نتاع الاحاديث كلها، مانيش باش ندخل في الضعيف والمتوسط وكذا، ثم اكثر فهمت من 350 ولا 400 حديث، فهمت؟ محمد يلعن فيه اشخاص ويلعن فيه معناتها اشخاص يحملون صفات معينه، فهمت؟ بصفه واضحه. مثلا نضرب لك مثال حديث، مثلا لعن الخمر وشارب الخمر وشارب الخمر وحامله هو بايعه، هذا مش لعن؟ شيء طبيعي. كان الاله نتاعو يلعن، هو يلعن. فهمت؟ ولا يلعن شكون اذى يديه. فهمت؟ اللي يديه يلعن. ولا مثلا يلعن المخنثين من الرجال والمترجلين من النساء. ارجعوا الاحاديث، اكثر تقريبا من 400 حديث تكلم محمد يلعن. يعني يمين ويسار. يا سيدي بعد لا شفنا اله محمد وشفنا سي محمد اللي هما بالدف ضارب ضاربين الزوز بالدف يضربوا في القبر، ننتقلوا للصحابه. هذوما الصحابه نتاعهم ما يسمى بال كيما نقولوا احنا السلف الصالح، ما فهمتش فين جاء الصلح. نلقاو اللي لعن حاجه طبيعيه، واحد يلعن الاخر. عائشه اللي هي معناتها ام المؤمنين لعنت اخوها محمد بن ابي بكر، لعنته، فهمت؟ ولعنت قاتل عثمان، وترجع تلقى واحد معاويه اللي يمر على المنابر بلعن علي، وهذا يلعن في هذا وهذا يلعن في هذا. بي صحيح اللي في الاسلام اللعن نتاع الانسان، خاطر هو القران يقول لك فهمت ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وهنا اللاعنون اختلفوا فيها العلماء، فما يقول لك طبقه من الملائكه تلعن تحت الله،
وفما يقول لك لا اللاعنون هم المؤمنون بصفة عامة، فما آية قرآنية تقول معناتها معناتها يلعنهم المؤمنون والناس أجمعين وكذا، فما حتى يقول لك تلعنهم الدواب والحجر والمدر وكل شيء يلعنهم، العباد كل قاعدة تلعن العباد وغير العباد وحتى كل شيء يلعن. يعني ما عندهم معناتها عادة عربية في الجزيرة العربية عندها 1400 سنة ضدها حاجة كونية وما وراء الكون. فهذا الإله اللي خلق هذا الكل ما عنده ما يعمل، كان يلعن ويطر ويتغشش وما عادش يدور بيه وما عادش يهديها. هذا هو الإله العظيم اللي عندكم. نرجع يا سيدي ما يسمى لل بعد ما مشينا للصحابة وعرفنا العلماء المسلمين اللي بعدهم. العلماء نعرفوا احنا في التاريخ ابن تيمية قدش من واحد لعن، وهذا هو يلعن هذا، وهذا هو يلعن هذا. من بعد يجيني واحد مسلم نحكي معاه يقول لي لا ها اللعن لا يجوز في الاسلام. كيفاش هاو اله يلعن؟ انت كي تقرا القران ديجا تلعن. صحيح هما المسلم مع علماء المسلمين يقول لك لعن المؤمن هو دعاء، يعني مش هو يلعن وانما يدعو الى الله وتقول لعنه الله على الكافرين او لعنه الله على المجرمين او لعنه الله على فلان او لعنه الله على ابليس، فهو يدعو الى الله ان يلعنه، يعني مش هو بحد ذاته يلعن. لكن هذا يتسمى نوع من السب يعني، وتجي معناتها انت تطلب من الاله نتاعك فهمت باش يطرد الاخر ويمنعه من الرحمه، هذا سب يعني معناتها ماهوش معقول. معناتها فما بعض العلماء حكي معناتها ناقشت معاهم في هذه المساله يقول لك لا معناتها معناتها المساله مش على الحديث، الحديث نتاع معناتها اللي موجود في البخاري اللي يقول معناتها ما تلعنوش، معروف هذا معناتها الحديث في الواحد يقول لك ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فحاش ولا، ومعناتها ما يقولش كلام بذيء وكل شيء. هذا طب نرجعوا له ها باش نحكي فيها بقى. خلينا نقعدوا في المساله هذه. يقول لك لا هذا معناتها مساله لا لعان، يعني ما لازمش يكون ديما اللعن على لسانه اول حاجه. ما لازمش يكون اللعن ديما على لسانه، خاطر تنقولوا مثلا واحد جزار ديما يذبح فهو جزار فهمت، واللعان هو اللي ديما اللي يلعن تسميه لعان، بينما الشخص اللي يذبح مره مره هذاك ما نسميهوش جزار، والشخص اللي يلعن مره مره ما نسميهوش لعان. يعني هذا الحديث ما يشملهمش. هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى وتنجيو نرجعوا معناتها العلماء المسلمين معناتها على مساله اللعن واضح، فما يسر اشياء مانيش فاهمينها معناتها اكثر الناس ما مش فاهمينها فهمت. يقول لك لا يجوز ان تلعن المؤمن، المؤمن لا يجوز له ان يلعن احد اخوانه، ولكن يجوز له بل وواجب ان يلعن من لعن الله ورسوله، يعني اللي لعن الله ورسوله انت لازمك تلعن وراه، ويلعنهم اللاعنون. يعني المؤمن من صفاته اللعن لازم يلعن، يعني انت كما تلعنش تتسمى ماكش مؤمن بالكدا فهمت. هذاك علاش معناتها اللعن هنا اللي حرموا الاسلام هو اللعن الدائم، واللعان نهار كله يلعن 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 شيء طبيعي، معناتها تولي في حاله مرضيه شيء طبيعي، والا تلعن حاجه ما لعنهاش الله ورسوله، حتى كنت ما اتاك به محمد فمعناتها فخذوها ما نهاكم عنها فانتهوه فهمت. وما تنجمش مثلا تجي تلعن واحده مثلا ما تلبسش حجاب على خاطر القران ما لعنش واحده ما تلبسش حجاب، ما لعنش ما تنجمش، هذا حرام. صحيح صحيح في الاسلام هذا حرام، تجي واحده ما هيش لابسه حجاب تقول لها لعنه الله عليك، لا حرام في الاسلام. بينما واحد شارب الخمر ما دام محمد لعن وانت تلعن، واحد من اهل الكتاب ما دام الله لعن وانت تلعن فهمت، واحد من الكفار ولا من غير اهل الكتاب ما معناتها ما دام القران لعنه انت تلعنه، المخنث لازمك تلعنه. يعني كل ما هو لعنه هو معناتها كما قلت لكم يعني ياسر لعن موجود في القران فهمت، اكثر من 35 و36 فئه معناتها من اللعن من انه جميع انواعه، وغير في الحديث اكثر من تقريبا 400 حديث، تقريبا في حدود 400 حديث يطلب محمد باش يلعن فلان، حتى المراه يقول لك يتغشش عليها رجلها تلعنها الملائكه، المراه تعاركت مع رجلها فهمت، ما تفاهمتش معاه
وتغشش عليها. يا سيدي يا معنتل يا عنا الملائكه والدنيا تتحرب عليها، يعني هذا امر عادي بالنسبه للاسلام اللعن حاجه هذاك. علاش احنا معناتها في تونس بصفه عامه اي واحد يعمل حاجه نقول له يعني تلي عليك، يعني تلي عليك باهي بالطريقه هذه على حسب الاسلام يعتبر حرام. حتى فما حديث بتاع محمد يقول لك اللي يلعن معناتها عبد ما يستحقش اللعن، وما لعنوش محمد وما لعنوش رب محمد. اللعنه قال لك تطلع للسماء حتى لفوق وما تلقاش بلاصتها، وتعاود تهبط وتضرب على اليمين وعلى اليسار وتبدا تدور دور دور، وبعد ترجع اللي لعن بها تلصق فيه هو، يعني هو يتلعن. فهمت؟ واحنا معناتها توا هذا معناتها دين يعلمك اللعن بكل انواعه، هو اللي لازم يلعن وشكون يلعن. اما انت كي تلعن حتى اي حاجه مثلا يجي واحد يقد في مسمار ولا حاجه يقول انت تلي عليك، هذاك حرام وتولي انت الملعون. هذا هو يا سيدي الاسلام في مساله اللعن. اللعن يعني حاجه عاديه موجوده في القران وفي السنه وفي سيره الصحابه والعلماء وفي عامه المسلمين. يا سيدي يا ايها المسلمون اللي انتم مسلمين سمي روحكم مسلمين وتفتخروا بهذا الدين الباهي، راه الاسلام لعان يلعن يغبرك تلعن، لكن رد بالك ما تلعن اللي قال لك عليه هو، رد بالك تلعن حاجه ما قال لكش عليها. فهمت؟ شارب الخمر لازم تلعن، المخنث لازم تلعبه، اللي متشبهه بالمراه متشبهه بالرجال ولا الرجال متشبهين بالنساء لازم تلعنها. فهمت؟ الربا لازمك تلعن، بيع الخمر لازمك تلعن، هو قال لك تلعن لازمك تلعن. اما رد بالك لا تلعن حاجه ما قالكش عليها محمد ولا ما قالكش عليها رب محمد. نظن هذه مساله واضحه. نتمنى لكم تطبقوا اسلامكم بالكدا بالكدا، وتنحيوا العاده السيئه اللي فيكم هذيك نتاع اي حاجه قلقتك ولا واحد تعاركت معاه ولا حاجه تقولوا انت اللي عليك. انا راني نعلم فيكم في دير ربكم، فهمت؟ مانيش جايب حاجه من راسي، هذا دير ربكم لازمكم تفهموه وتعرفوا، ما فماش حاجه جديده. انا جبت لكم المصادر وجبت لكم الكتب نتاعكم، فهمت؟ حطيتها لكم قدامكم باش ما تقعدوش تكسروا في راسكم وتبحثوا. واحد نعرف اللي ما تحبوش، اللي يحب يبحث يبحث، الكلام نتاعي صحيح 100%. اما اخر الحكايه، راهو الاسلام يامركم باللعن، اما لازمكم تلعنوا الاشخاص اللي قال اللي فيهم الصفات اللي قال لكم عليهم رب محمد ومحمد. غير هذاك الشيء اي لعنه تلعنوها تطلع للسماء وتهبط وتضرب على الحيط اليمين واليسار وتمشي وتجي، ومن بعد تهبط عليكم وتوليوا انتم ملعونين. اذا رد بالكم المساله هذه تلي عليك تلي عليك على لسان، نحيوها مره جاي العنوا كان اللي قال لكم عليه هو. نظن الفكره واضحه ونظن معناتها فهمتوا الحكايه معناتها القصه نتاع الاسلام مع اللعن، وعرفتوا شكون لازم تلعنوا وشكون ما لازمكمش تلعنوا. وبسلامه، ومع فيديو قادم باش نحكيو على السب والشتم. فهمت؟ بسلامه.